اللي جايبه، جايبه من هنا وصيبه. ايه وعمل ايه بعد رساله تهديد للناس؟ رساله تهديد راح الالماني الوكيل بتاعه، لو ما احترمتش نفسك يا احمد يا عباس انا اللي احبسك. بلاش رامي جدر على نادي جلوس مرتضى منصور. واحنا هنشوف، ما عندناش حاجه نخبيها يا ابني. انت لا علاقه لك بالمدرب، هو الراجل موجود اهو. اللي حصل يا جماعه قصه هذا المدرب انه لما فاز مرتين على النادي الاهلي وكتب عنه انه قاهر النادي الاهلي احمد فاروق جعفر اللي مش محتاج ياخد امانه، انتوا عارفين ابوه ناسي اصلا يعني. واحمد مترابي ودارس في لندن، انا فوجئت انه يعني هذا المستوى من الثقافه، لان اخر قاعد احمد ولد صغير فجاه كده لقيته بيترجم وبتاع. فاحمد كلم الراجل الوكيل وهو في اسكندريه، قال له انا ابن فلان ومنتمي لنادي الزمالك، عندك استعداد تدرب الزمالك؟ قال له ما عنديش مشكله. جميل الزمالك بعد ما تشوف بتوع الاهلي، وانا دايما بقول هو مش قاهر الاهلي، ده كان سباق، ده كان الاهلي والزمالك والنصر السعودي والوحده الاماراتي والمريخ السوداني على ما اتذكر، والفتح الرباطي والعهد اللبناني والنصر العراقي. الراجل ده وصل لنهايه السباق، يبقى هو عدى الناس كلها بلعيبه هو وظفها صح. الماتش الاولاني قال اصل النادي الاهلي لو تفتكر كان بيلعب باللعيبه مش عارفين وحسام ما كانش موجود، فجبنا حسام البدري، كسب برضه حسام البدري. وهذا الرجل انا بعتبر الفرسان الاردني هو البطل، مع ذلك طبعا نادي نادي كبير وتونس دي جميله بحبها، لكن البطل الحقيقي هو الراجل اللي جول تسلل اعتقد كان بيتضرب كله، وخاصه جول تسلل واضح تمام؟ ف الولد اسمه عباس ده ملوش حاجه لا عند النادي ولا عند الراجل، ما اعرفوش اصلا غير انه عيل نصاب. تاني بقول لك عيل نصاب.